بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يمكن عندنا فقره مهارات. الفقره بتاع المهارات بالنسبه للبراعم مهم جدا ان احنا بنشتغل على حاجه اسمها تنميه الاداء الحركي لدى اللاعب. مهم جدا في الاداء الحركي ان انت تتعلم الرشاقه والمرونه بالنسبه للاعب الصغير، لانها من اهم حاجه في للعيب ان هو يشتغل على التوافق العضلي العصبي. فمهم جدا ان هو يشتغل بيها في برنامج لنا احنا حاطينه بالكوره وبدون كوره. لما بتيجي تشتغل على التوافق العضلي العصبي بتأدي التمارين دي بدون كوره وبالمهاره بالكوره، فاحنا النهارده احنا هنشتغل عليها بالكوره. مش هينفع الولد يعمل تمرين المهاره بالكوره الا لما يكون متعلم الاداء بدون كوره. مهم جدا ان هو يشتغل على الاطباق ويشتغل على الزجزاج والحواجز والكنزات بالرشاقه والمرونه، تغيير وضع الجسم على الارض باقصى سرعه بحيث ان الولد يوصل لاعلى درجه من الاداء الفني. بالنسبه للمهاره المركبه النهارده احنا بنعملها، الفايده من المهاره المركبه تقليل استنزاف الطاقه لدى اللاعب بحيث ان الولد يبقى عنده استحواذ على الكره بشكل جيد، بيعرف يجيب الكره بسهوله، ما بيستنزفش طاقه كبيره. فالولد بيعمل مهاره بيروح على اليمين وبيروح على الشمال، هي اهدافها ان انت بتعلم الولد مهاره المراوغه وفي نفس الوقت بتحميه من حاجات كتير عن طريق الرشاقه والمرونه بالكره. فبالنسبه لي انا بقول للولاد دايما مش معقول ان في لعيب بيعمل خمس مهارات ورا بعض في لعبه واحده او لعبتين، لا، انا ليا اهداف هنا ان انا اعلمه المره المليون ان انا بعلمه الرشاقه بالكوره، وبستخدم مهاره واحده من المهارات المركبه اللي انا بعملها اللي هي بتساعدني على تنميه الاداء الحركي، بستخدمها بقى في المباريات، بستخدمها في موقف واحد ضد واحد، ان انا هنا بنمي للولد مهاره المراوغه. لو هو ما عندوش اداء حركي كويس مش هيعرف يعمل مهاره زيدان، مش هيعرف يعمل مهاره سيزر. مهم جدا ان هو يشتغل عليها بشكل جيد، فبستخدمها في حاجه واحده. اللي انا هعمله بعد كده بعد المهاره المركبه اللي الولد بيعملها، تبدا تحط جو بقى ايه، ربط وفكر ما بين اللعيبه ما بينهم وما بين بعض بما يشبه المباريات، يعني جمله تكتيكيه ما بين اتنين بيتعمل، دبل باس وخلق مساحه، 1-3 اوفرلاب، وبستخدم بعد كده مهاره واحد ضد واحد، وبعد كده بصعب شويه ان انا بنهي باستخدام المهاره باللعب على المرمى. هنشوف دلوقتي شغلنا وهنحاول ان احنا نركز مع الولاد في الاداء الحركي لدى اللاعب بشكل جيد في الكوره واستخدام الرشاقه بالكوره بتغيير وضع الجسم على الارض باقصى سرعه. هنتفرج عليها دلوقتي. يمكن النهارده بقى احنا عايزين نشرح مهاره واحده بس من المهارات المركبه اللي انا بقى هستخدمها في المباراه عن طريق المراوغه واحد ضد واحد، اعمل زياده عدديه. مهم جدا ان انا يبقى عندي حلول فرديه للعيبه، واكيد كتير جدا بتلاقي المدافع من واجبات المدافع ان هو بيوقف لك وقفه، ان هو دايما رقم واحد اي مدرب بيعلم المدافع يقول له طلع المهاجم بره الجول. فانت مهم جدا ان انت في عمليه الفنت والخداع ان انت بتروح مع المدافع بشكل جيد، بتطمعه ان انت هتطلع معاه لبره، وفي نفس الوقت بتعمل مهاره. احنا النهارده عندنا مهاره كريستيانو اللي احنا بنشرحها. مهم جدا ان انا بجري بالكوره كويس جدا، وبروح على اتجاه المدافع، هو المدافع بيضطر ان هو يقف لي بره، فانا بروح مع هو عايز يطلعني بره الجول، فانا بروح قبل ما اوصل للمدافع بشكل جيد جدا بخطوتين بقوم عامل عمليه الخداع لا بالستارز يا اما ببطن رجلي للداخل. مدافع بيروح هنا وانا بروح هنا بشكل جيد، لان مهم جدا ان انا اعملها قبل ما اوصل له بخطوتين، ما ينفعش ان انا اروح اعملها مواجه له عشان ما اخبطش فيه. دايما اروح بمنتهى السرعه عشان تعدي واحد ضد واحد. مهم جدا انت تروح بمنتهى السرعه للمدافع، بتبين له ان انت رايح معاه في الاتجاه اللي هو مطمعك ان هو يطلع معاه لبره، وبتقوم داخل على عكس اتجاهه. هنشرحها دلوقتي بالكوره لوحدي وابدا اعملها مع الولاد. يمكن احنا النهارده اشتغلنا على المهاره المركبه الاول، كل مهاره مركبه فيها اربع او خمس مهارات. مهم جدا ان انا اعلمهم مهاره المراوغه، اهم حاجه عمليه الفنت والخداع اللي بتتعمل، بحيث ان احنا زي ما بقول لحضرتك انا مفيش لعيب في الملعب بيعمل خمس مهارات مركبه مره واحده في مباراه، ولكن انا اهم حاجه عندي الاداء الحركي للاعب، الرشاقه بالكوره.
بدل ما بخليهم يشتغلوا الرشاقه والمرونه بالاطباق والكنزات والحواجز، انا بعملها لهم بالكوره بحيث ان انا اعمل رشاقه للولد، تغيير اتجاه، فنتات، كل الحاجات دي قلت بتعمل حاجه اسمها تقليل استنزاف الطاقه لدى اللاعب، وفي نفس الوقت بتقلل لي نسبه الاصابات عن طريق المرونات والرشاقات اللي الولد بيعملها في الملعب. بعد كده بعد ما استخدمناها لوحدها بنخش على الفكر والربط بين اللعيبه بشكل سلس شويه، بحيث ان كل لعيب يبقى رافع عينه وشايف زميله عامل ازاي. نموذج اللي احنا اشتغلنا 4 بره وبيروح على الاربع علامات، بيستخدموا المهارات المركبه بشكل كويس وشكل فيه خداع وعمليه تعليم المراوغه للولد، وفي نفس الوقت بيرفع وشه بيلعب، بديله حته ذهنيه انه بيشتغل على ايده اليمين فبيروح ناحيه اليمين مره، وبعد كده بنوع في المهارات وبعدين يشتغل على ايده الشمال بيفكر بعد ما الكوره بتتلعب هيروح فين. بعد كده طلعت على النموذج الثالث اللي هو فيه شغل بقى بما يشبه المباريات، حته الفكر والربط ما بين اللعيبه، دبل باس 1 2 1 3، وفي نفس الوقت اهم حاجه بعد كده انهاء الهجمه على المرمى بشكل كويس بحيث ان هو يلعب على المرمى ويجيب جول. فبنتدرج من السهل للصعب. فالنهارده اشتغلنا عليها بشكل كويس، ويمكن في تمارين تانية وكتير ان شاء الله هنشتغل مع بعض الفتره الجايه الحاجات الكتيره اللي عندنا. بس اهم حاجه عندنا دلوقتي ان احنا عايزين نشرح كل مهاره على حده اهميتها ايه في موقف واحد ضد واحد وبتتعمل ازاي.